السيد عبد الصاحب الأعرجي. هو السيد عبد الصاحب ابن السيد عبد الرزاق أبو جعفر ابن السيد حسن ابن السيد محمد ابن السيد جعفر ابن السيد راضي الأعرجي الكاظمي. ولد في النجف الأشرف سنة 1290 للهجرة، وتوفي في الكاظمية المقدسة سنة 1368 للهجرة ودفن بها. كانت له مكتبة جيدة وله مجلس علمي أدبي كان ينعقد في الصحن الشريف، ويحضره كثير من علماء وأدباء الكاظمية المقدسة وبغداد ومن آل الأعرجي في كل المدن أثناء قدومهم إلى مدينة الكاظمية المقدسة والتي كانت مقام جدهم السيد محسن الأعرجي.